طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، ها نحن نطل عليكم باطلاله جميله من هنا ومن هذا الخلف الجميل، خلفنا البحر، معنا سماة الدلوحة. طيب الله اوقاتك مراد. حياك الله وطيب الله اوقاتكم جميعا مشاهدينا الكرام في حلقه جديده مميزه نعم. وفريده باذن الله من برنامجكم الميداني فرسان المهريه. واليوم البدايه من منطقه ليبن في مديريه قشن، الى اين سننطلق وماذا معنا اليوم زميل مفيد؟ قبل ان ننطلق مراد، ليبن بماذا تتميز عنها غير المديرية، غير المناطق الأخرى في قشن؟ ليبن هي تعتبر هي أول منطقة في البوابة الغربية لهذه المديرية، واليوم سنتعرف على هذه المناطق وكذلك المناطق المجاورة وهي المناطق الحدودية للمديرية. فما رأيك أن نبدأ؟ نذهب إلى هذا التقرير ونعود. أن تكون مدينة عاصمة لدول متعاقبة، فهذا يدل على حضارتها وتحضر أهلها. هذه هي مدينة قشن في محافظة المهرة، ومن أهم ما يميزها الكثافة السكانية التي فيها، وغالبيتهم أصولهم مهرية ويتكلمون باللغة المهرية. وجمال هؤلاء السكان ينعكس بجمال بيوتهم في المديرية، فلقشن طابع معماري خاص، سواء القلاع والحصون أو البيوت الأثرية القديمة أو البيوت السكنية الحديثة، حيث يتفنن في تصميمها الخارجي والداخلي بألوان وأشكال متنوعة. وترى بيوت قشن مبنية بشكل جميل ومصفوفة بشكل متناسق ومتوازنة في التخطيط العمراني الحديث، لتضفي طابعا جماليا آخر على المدينة، وهذا ما يدل على الحس الفني الأصيل لدى أبناء قشن خاصة والمهرة بشكل عام. مشاهدينا الأكارم، للمهرة في التاريخ الإسلامي تاريخ كبير والعديد من المشاهير، لذلك قيلت فيهم مقولة شهيرة قالها عمر بن العاص رضي الله عنه: في المهرة رجال يقتلون ولا يقتلون. واليوم سنطلق سؤالنا الديني عن واحد من أشهر القادة المهرة، فلنتابع معا. السؤال يقول: من هو التابعي المهري الذي شارك في فتح الإسكندرية؟ والله مش داري. ما عندك المعلومة؟ طيب شكرا جزيلا، ما قصرت. من هو المهري الذي شارك في فتح الإسكندرية وهو من التابعين؟ مهري شارك في فتح الإسكندرية. عبرت عليك المعلومة من سابق؟ لا أبداً. أبداً. صعب، ما عندك المعلومة؟ لا. طيب ما خطرت على بالك يوم أو كذا يعني قرأتها؟ ماشي أبداً. مهري هو مهري، نعم، ومهري من المشاهير أبناء المهرة، شارك في فتح الإسكندرية. يعني عبرت عليك المعلومة من أول؟ هذا أسمع أول مرة السؤال هذا، لكن بحاول فيه. طيب خمن. ها؟ خمن، إذا ما عندك المعلومة خمن، إن شاء الله يعني تجيب الإجابة الصحيحة وتحصل على الجائزة. ما في خيارات للأسف. ماشي. مهري هو مهري، نعم، بن المحشري. بن محشري. عندك إجابة غيرها؟ بن المحشري. لا. ماشي غيرها؟ لا. طيب بسألك سؤال، هل في قنوات سابقة يعني قامت بزيارة هذه المنطقة؟ أنا لأول مرة تجي هذه
يعني أول قناة تعتبر قناة المهرية تدخل منطقة مكين؟ نعم، لا بس برا مش داخلي. لا أقصد داخل المنطقة نفسها. داخل المنطقة ما من يوم الأول مرتجع عندنا. لأن الأول مرتجع عندنا إحنا في البادية وأحيانا في حوف التقينا بال زي ما هذا كما ذكر مشاهدين الكرام، قناة المهرية هي أول قناة تدخل إلى هذه المنطقة، منطقة مكيب، وهي على مدخل مديرية قشن. واليوم جئناكم إلى مكيب، معنا سؤال ديني. حياكم الله. تمام، نبحث عن الإجابة، وبالأصح في فرسان المهرية نبحث عن الفارس الذي يجيب على هذا السؤال إن شاء الله. من هو واحد من مشاهير المهرة وهو من التابعين وشارك في فتح الإسكندرية؟ إذا كنت تبحث في التاريخ فيكون عندك الإجابة إن شاء الله، عندك المعلومة. من هو؟ هو مهدي. إيه تمين من منو؟ تمين من فرع. طيب متأكد؟ أكيد. فكر شوي، يمكن نعم. يكون الأول. تمين من فرع. تمين من فرع متأكد. أنا أقول تمين من السلطان. لا تمين من فرع. متأكد؟ متأكد. آخر جواب. آخر جواب. مثبت. نعم. مثبت إن شاء الله. نقول مبروك. الله يبارك فيك. نقول مبروك، ألف ألف مبروك. نعم، هو تميم بن فرع، هو التابعي الذي شارك في فتح الإسكندرية. ألف ألف مبروك، هذه الجائزة 40,000 ريال يمني مقدمة من فرسان المهرية. ألف ألف مبروك. وجدنا أخيرا مشاهدينا الأكارم الإجابة في منطقة مكيب على مدخل مديرية قشن. من الوالد من قلت لي؟ عبد الله سعد. عبد الله سعد، ألف ألف مبروك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نحن لازلنا معكم في هذه الأجواء الجميلة، وبالتحديد من منطقة ليبن في مديرية قشن. وطبعا محافظة المهرة كغيرها عن المحافظات الأخرى تتميز بحاجات كثيرة، وأهمها اللغة المهرية. اللغة المهرية التي تتميز بها محافظة المهرة عن غيرها من محافظات الجمهورية، وحافظ أبنائها من الاندثار عن هذه اللغة. الآن سنكون مع السؤال الثقافي، فكونوا معنا. يسمى باللغة المهرية يوم احتفال باللغة المهرية، قصدك المناسبات ولا كيف؟ مناسبة. نعم مناسبة يحتفل بها، شهر طبعا، هو شهر، شهر كامل. لا لا، في شهر من الشهور يحتفل فيه يسمى بيوم اللغة المهرية. أنا قربت لك أكثر. شوفنا يحتفل باللغة المهرية. أيوة، يسمى بيوم اللغة المهرية في أي شهر من الشهور؟ والله سؤال هذا أول مرة أسمعه. شهر 2. إيش من شهر 2؟ سمعت حد كلمك من برا على مش مقبول اللي قبل الباب. شهر 2. إيش يسمى بشهر 2؟ آه. إيش اسمه؟ نوفمبر، فبراير، إيش من اسم الشهر؟ نوفمبر. حاول، حاول إنك تفكر. يعني في أي شهر؟ من أيوة نعم، في من الشهور هذه كلها يحتفل فيه اسمه يوم اللغة المهرية. والله ما أدري متى تاريخه، متى أول شهر هذا احتفلت فيه؟ أنا بعطيك شهر بعطيك الإجابة يعني. لا متى يعني؟ قريب، قبل كم سنة يعني؟ قريب. أيوة قريب. أنا والله ما أعرف. أنا شيء سؤال ثاني معقول؟ أما هذا يعطيك العافية وكل عام بخير. أنت بصحة وسلامة. والله ما عندي خبر أنا صراحة من هذا السؤال. ما مر عليك سؤال يعني؟ هذا السؤال ما سمعت فيه. لا والله. حاول إنك تفكر. أحاول، أنا عذنا جديدون. أنا جديد أنت. أنا في هناك يوم يسمى يوم اللغة المهرية يحتفل فيه، في أي شهر من الشهور هذا يحتفل فيه؟ الشهر العاشر. الشهر عشرة. شهر عشرة. نعم، في كم؟ في عشرة يعني في بدايته، في نهايته، في وسطه. أنت قلت في شهر أكتوبر. نعم. أكتوبر عشرة. نعم إجابتك صحيحة، بس نحن نريد هل في مثلا واحد شهر بداية شهر واحد أم في اثنين؟ واحد أو اثنين. يلا بداية الشهر وفي واحد في واحد عشرة أو في اثنين عشرة. يلا يلا أنا قربت لك. في اثنين عشرة إن شاء الله. اثنين عشرة يعني ثبت على اثنين عشرة إن شاء الله بإذن الله. طبعا الأخ زايد أجاب على سؤال اسمك من؟ زايد محمد. زايد حمزي. زايد قال بأن الإجابة هي الثاني من أكتوبر. الثاني من أكتوبر. أكتوبر شهر عشرة يوم. نعم في شهر في شهر عشرة. يوم. طبعا الإجابة هي صحيحة. ألف مبروك، تحية يا شباب. هذه طبعا مبلغ
مقدم من برنامج فرسان المهرية، والف مبروك. الله يبارك فيك. حياك الله. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مره اخرى، وصلنا واياكم الى فقره موهبه من المهره. اليوم في مديريه غشن وبالتحديد من منطقه ليبن، سنستضيف موهبتنا الابداعيه الذي تالق كثيرا في مديريه غشن وايضا وصل صداه الى جميع ارجاء محافظه المهره. سيكون معنا باذن الله حتى ترونه جميعا وتتعرفوا على هذه الموهبه، الاخ مصطفى محمد. اهلا وسهلا بك في برنامج فرسان المهريه. وفيك سهلا، أحييكم الله ونشكركم على هذه الدعوة. حقيقة نحن نتشرف أن نستضيف مثلكم المواهب الإبداعية وكذلك التي سمعنا عنكم الكثير والكثير يتحدثون عنكم. اليوم نود أن نعرف المتابعين على شخصيتك واسمك الكريم. مصطفى محمد الزعبني. وما هي موهبتك بالضبط؟ موهبة أني أتعلم الفن ومارسة الفن، ومن حيث أنا عادني صغير وأنا أتمنى أني أكون فنان. جميل جدا، وبإذن الله من كان له أمنية يعني طيبة وسعى واجتهد يصل إلى ذلك المبتغى بإذن الله تعالى. اليوم نود أن نتعرف على أي من الفنون التي تجيدها أنت أو التي تعلمتها بالأصح، وأيضا كيف كانت بدايتك وحتى وصلت إلى هذا اليوم؟ كنت أغني الأغنية قديمة أمارس فيها بالعود، أغني 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 ذي، يعني قصدك تمارسها لنفسك كذا، قصص شخصية. أيوة أمارسها الأغنية قديمة هذه، مرة نغني ومرة نصيح، ومارستها مارستها حتى جبت الأغنية ثانية، خذني معك يا طير وارحل للأحد، حق محمد مشعجل. نعم، الفنان الكبير محمد مشعجل الذي نوجه له التحية عبر فرسان المهرية. هل فيها أحد علمك ولا كله شخصية؟ ما أحد علمني، مارست الأغنية هذه المرة، مرة نغني ومرة نصيح، وبعدها مارست الأغنية هذه أخذني معك يا طير وارحل للأحد، وبعد كملت المشوار. طيب بنفصل قبل لا نجي للسؤال الثاني، ممكن تسمعنا أغنية الانطلاقة؟ الناس تخطي وحيانا يحصل خطأ، بس المصيبة لكل من يجهل خطاه، ما كان في بالي ولا طني قد خضيت في حبنا، ما يوم يوم لحظة قد خفيت سر المحبة في فوادي قد خفيت، يا كم قلبي سر حبه قد خفى. الله الله الله، ابداع ابداع مصطفى محمد. حقيقة انت تمتلك موهبة جميلة جدا، نامل ان تحافظ عليها وكذلك ان تطورها وتنميها اكثر. والاخ مصطفى، نحن في فرسان المهرية لدينا هدية بسيطة مقدمة من فرسان المهرية، تفضل. هذه كدعم بسيط جدا الى مثل هذه المواهب التي اظهرت انفسها وحاولت ان تطور من نفسها اكثر واكثر. هل لديك كلمه ختاميه؟ شكرا لكم، ونحييكم الله في منطقتنا قشن، قشن الحبيبه. الشكر موصول لكم ايضا ابناء قشن. الشكر موصول لكم ايضا ابناء قشن وابناء محافظه المهره. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدينا الكرام، من هنا في أرض الملعب، وسنكون مع لعبة التحدي الآن. مراد، كيف الهمة؟ الهمة عالية، والتحدي اليوم سيكون من التحديات المثيرة بإذن الله تعالى من أم المدائن قشن. سيكون معنا التحدي، تحدي اليوم هو شد الحبل. نعم، لعبة معروفة وشهيرة جدا، ولكننا في فرسان المهرية ماشي عندنا ألعاب سهلة أبدا، ولكن عندنا الفرسان اللي هم قادرين على هذا التحدي بإذن الله تعالى في ثلاث جولات بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأكارم، ستشاهدون الإثارة والتحدي، وسنطلق الجولة الأولى التي ستكون شد الحبل بالطريقة الاعتيادية
6 من الفريق البرتغالي والفريق الفائز بإذن الله تعالى، و6 من الفريق الأزرق الذي هو أكيد البطولة لنا أكيد بإذن الله. نبدأ نتعرف على الفريقين قبل أن ننطلق. نعم أبدأ عندي. عبد الرحمن حيدر الهام. عبد الرحمن حيدر الهام. معنا عسال محمد. عارف علي. حمزة محمد. شيخ حيدر. علي سعيد كعداد. علي سعيد. وإن شاء الله فائزين. مستعدين إن شاء الله. مستعدين إن شاء الله. صوت مستعدين إن شاء الله. يا سلام. طيب انا ابدا، لكن ابدا من الجانب الثاني. الاسم الكريم علي محمد. علي محمد. نواف رمضان. نواف رمضان. سالم بركي. حي الله سالم الكابتن. هيثم يسر. من؟ هيثم يسر. هيثم. عاطف فرحان. عاطف فرحان. رامي حجان. ورامي حجان هو قائد هذه الكتيبه اليوم باذن الله تعالى. جاهزين؟ ايوه. جاهز. نبدا ان شاء الله. التحدي. ان شاء الله باذن الله. نطلق السافره باذن الله. جاهزين شباب؟ طيب باذن الله. يستعد الفريقين. 1 2 ما شاء الله تبارك الله. ايش اللي حصل؟ هم القوه. فصل الحبل نصفين. هذا دليل عن ايش؟ هذا دليل ان الفريقين متحمسين، والجوله الاولى نعلنها بالتعادل بين الفريقين. نعم نعم اكيد سنكون في جوله ثانيه زميلي مراد بعد ان نحضر حبل اقوى من هذا. اكيد. مشاهدينا الاعزاء، عدنا لكم بعد ان تم استبدال الحبل الذي لم يتحمل الضغط. نعم في الجوله نعم. الاولى الآن سنبدأ. الآن جولة الضغط هي ستبدأ الآن. 1 2 3 أزرق أقوى أقوى أزرق. أقوى أقوى. أيوة هم أزرق. يلا شباب يلا. أزرق. أسحب أسحب أزرق. يلا يلا أزرق. أزرق. يلا شباب يلا 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 يلا. هم 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 يلا هم يا شباب هم هم. يلا يا شباب اسحب اسحب اسحب. ايوه ايوه. شده بشده بشده. يلا 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 يلا. اسحب اسحب. ايوه ايوه ايوه. اسحب اسحب. يلا اسحب. قرب 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 قرب. يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا. ايوه يلا. ايوه اسحب اسحب شويه. يلا 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 يلا. يا سلام. ايوه ايوه ايوه. مشاهدينا الكرام، حسمت الجولة الثانية لمصلحة الفريق البرتغالي كما توقعناها. فريق مراد دائما فائز ومتفوق. ما عليك، الآن الفريق الأزرق سيكون تتويق له بإذن الله تعالى. ايش يا شباب مستعدين إن شاء الله؟ يا مفيد. يلا ابدا يا أستاذ مراد يلا. الجولة الثالثة. ابدا. أزرق أزرق أزرق. يلا شباب يلا. يلا شباب شباب يلا, يلا. اسحب اسحب يلا اسحب. شباب اسحب أيوة. اسحب هم شباب هم اسحب. يلا 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 يلا, يلا. يلا. إذن مشاهدينا الأكارم، الجولة الثالثة حسمت وبجدارة لمصلحة الفريق البرتغالي. شوف يا مفيد، شوف مبروكين. وين مبروكين. شوف وين العلم مبروكين. اللي كان في مركز الوسط أصبح في الجهة جهة الفريق البرتغالي. فريقي ما قصر صراحة، حاول لكن هرت لك الفريق حقي. مبروكين. طيب إذا نتوج الفريقين في هذا اليوم. الفريق الأول هو الفريق البرتغالي. المبروك. طيب المبروك. الهدايا المبروك. الهدايا أستاذ مفيد لو سمحت. الهدايا طعم. إذن نسلم أول الفريق الوصيف في هذا التحدي، الفريق الأزرق. الفريق الأزرق. يقولون بمناسبة هذا التحدي. شكرا لكم، ولكن ما قشهمة، ولكن أمور طيبة إن شاء الله. ما قصرتوا. ما قصرتوا. فارد لكم أصحابي، مبروك الفوز. وإن شاء الله الجولات القادمة إن شاء الله أحسن. إن شاء الله بإذن الله تعالى، ومرات قادمة بإذن الله تعالى. مراد الكلمة إليك. طيب بسم الله، ألف ألف مبروك. أولاً تفضلوا، هذه 50,000 ريال يمني مقدمة من فرسان المهرية إلى الفرسان. طيب ماذا تقول بعد نهاية هذا التحدي؟ بقول شكر ولا تقدير وما تقصر ولا وأتعبنا. طبعا الجهد الجهد واضح جدا، لكن جهد وكسبتم هذا التحدي، وايضا اثبت مدى صلابه وقوتكم ما شاء الله تبارك الله. الف الف مبروك. ومشاهدينا الاكارم وايضا الجمهور الموجودين، نامل ان تكونوا قد استمتعتم في هذا التحدي. نعم اكيد الكل استمتع، ونتمنى للكل السعاده باذن الله تعالى. ودائما نحن من هنا من ام المداين صراحه، ام الكرم صراحه، استمتعنا كثير جدا اليوم. بالطبع، ولكن هنا ينتهي تحدي اليوم. نعم، ولكن فرسان المهريه لم ينتهي بعد، لذلك مشاهدينا الاكارم لا تذهبوا بعيدا.
طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، نحن معكم في هذه الفقرة، فقرة الدردشة. أنا سأفتتح هذه الفقرة وهي فقرة الدردشة بمثل شعبي الذي يقول: من ليس له ماضي ليس له حاضر. ونحن اليوم نتواجد هنا في هذا المكان الجميل والمكان التراثي بجانب هذا القصر التراثي الجميل، وسيشاركنا في هذه الدردشة الجميلة، ستكون دردشة جميلة، عمي محمد. سنحاول أن ندردش مع العم محمد في هذه الدقائق من الدردشة. طيب الله أوقاتك. أهلا وسهلا، أحيي بكم. أهلا أصحاب القراء، أصحاب القناة المهرية، إحنا مسرورين في وجودكم، نحن أخوة. أنا محمد أحمد حويت الجدحي، اسمع، وأعمل، كنت سابقا في الكويت أشتغل، عادي عمري صغير حوالي 13 سنة سافرت الكويت، وبعدين أنا جاي من الكويت إلى قشن، من الكويت إلى قشن إلى غزو العراقي. تحدثنا عن العادات والتقاليد الرمضانية في السابق، كيف كانت؟ هل هناك هذه؟ نعم نعم، الرمضانية عادة. أنا كنت أودي أعطيكم، ها، أعطيكم ذكريات عندكم ما تعرفوها أنتم. أعطينا حتى نورنا ونور المشاهد الكريم. عليكم الوقت. لا لا، نور المشاهد الكريم، ولا باختصار ولا باختصار. أنا بالاختصار. نعم. كنا إذا بالاختصار ذاك الوقت يعني الرز ما نعرفه. نحن الفقراء هذيلا ما نطعمه إلا وقت زواج السلاطين وزواج السادة وزواج بعبدة، البعبدة هذيلا العلماء اللي هنا. طيب نحن الحمد لله أسلام وجميع، الحمد لله نحن أسلام وفرحنا ونفرح بقدوم رمضان، وعندنا الحمد لله علماء هنا اللي خاصة في قشن علماء كبار، وهم بداية رمضان بعد العصر بعد صلاة العصر كانوا يدرسون الناس. سمعت حلقات قرآن ذكر، حلقات وذكر وآيات وكتاب الله. جميل. يعني صبوا في أنفس الناس اللي عادها ما درى بشيء وهو حاضر ويسمع، سمعت، يسمع الكلام هذا يعني يستفيد منه. أكيد. ويحفظه، وبارك الله فيهم العلماء، العلماء قشن خاصة الألبة عبدة، العلماء عندنا حماك طيبين. نحن هنا قشن هي فيها الحق، والحق هذا هو من العلماء، يعني يعلمون الناس ويتورعون الناس عن الحاجة اللي ما تفيد، سمع، ويعملون اللباء مع بعضهم البعض. وأهل اسمع ألبة عبدة يستحقون التقدير ويستحقون التكريم من الدولة والناس دائما، يعني هذا كله شغلهم يصبون في أنفس الناس الخير، وهم حواك ما 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 عندهم شيء، يمكن اللي يشتغل مع الحكومة حاجة بسيطة. نعم عمي محمد، هل هناك مثلاً ميزة هكذا تتميز بها خاصة في الأيام الماضية، ميزة خاصة مثلاً عند الإفطار أو مثلاً أول يوم في شهر رمضان، هل هناك ميزة مثلاً تتميز بها؟ والله يوم الإفطار في بعض الناس، يعني بعض الناس اللي عنده، نعم، يعني أول يوم هذه يذبحون، أول يوم يذبحون، هذا أغلب الناس، سمعت، يعملون أول ليلة هذه وثاني ليلة والأيام الثانية قد يتتبادل، تتبادل يعني كل رز مع لحم، رز مع الصيد هكذا. الحمد لله الوقت هذا، سمعت، في خاصة بحكي على حينا الشعب هذا، سمعت، وفي جميع أنحاء العالم، يعني حي يتميز عن غيره من الأحياء الأخرى؟ هو يعني بالمقدمة بالأكثر، يعني بالأخص، يعني بيكون رئيسي، لأن في المسجد يعني يجيبون أفطار بجميع أشكاله بإشراف سعيد سليمان سعد، الحين بيجيكم هو بعد شوي، سمعت، يكون أفطار اللي هو موجود يريد يأكل يدخل ويأكل ويصلي والحمد لله يكون شغال، يعني العابر السبيل العابر السبيل أو اللي هو موجود هنا أو اللي ما عنده حد أو هكذا يأكل، سأسمع الحمد لله وكل خير فضيل، هو بالاستمرار إلى شهر رمضان. وبذلك هذا الأخ سعيد سليمان ناس يشاركون معه، يعني دائما هذه صارت من مدة حوالي 4 سنوات 5 سنوات. عمي محمد، طبعا الوقت يدركنا ونحن فقرة دردشة، وهي دردشة 10 دقائق، طبعا الحديث لا يمل معك صراحة، بس وقت هذه الدردشة هي وحدودة. كلمتك أخيرة تود تقولها قبل أن نودعك. طيب، أولا أشكر
أشكركم الأخوة، يعني الأخوة أنتم أصحاب القناة، وأشكر القناة المهرية، وأشكر المحافظ محافظ المهرة ورئيس اليمن، وأشكر جميع الأخوة كلهم ما قصروا معنا في كل شيء. وهذا الوقت زي ما شفتم أنتم هو وقت يعني حروب ومشاكل، لكن ربنا يفرج ربنا يفرج ان شاء الله، الله يفرج علينا من هذه المشاكل ان شاء الله، الله يفرج ان شاء الله في هذه الايام، نحن الايام المباركه هذه المباركه ان شاء الله ما يصير الا خير ان شاء الله باذن الله تعالى، الله يهديهم وان شاء الله اليمن تكون في خير ان شاء الله باذن الله تعالى. نحن اسلام وكلنا اسلام واخوه يمنيين. نعم عمي محمد قدحي، صراحة شكرا لك جزيلا، وطبعا معنا هدية بسيطة جدا من برنامج فرسان المهرية، هذه طبعا هدية بسيطة لك عمي محمد، تستاهل كل خير ان شاء الله، وكل عام تم خير ان شاء الله، ورب اطله واطله في عمرك ان شاء الله. والله انا عندي شيء كثير لو كان عاد بنحاول ان شاء الله اعمل لقاءات باذن الله، بجيب لكم الماضي والحاضر ان شاء الله، انا ما اعطيتكم الا فقره سعيده ان شاء الله، بكل لقاءات قادمه باذن الله، لقاءات قادمه ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام كانت هذه الدردشه جميله جدا صراحه، الكلام لا يمال مع العم محمد الجدحي، حتى ملتقى في دردشه قادمه في امان الله.